الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والجمهور من المسلمين على عصمة الملائكة عليهم السلام. جمهور مسلمانان بشي زور مسلمانان لسر أوان كملائكة معصوما، لقوله تعالى وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. نباري تعالى فرميوان استكبارنا كان لبرابر دستوري باري تعالى دا لخداوان متعال دا ترسين من فوقهم كحالك ونباري تعالى ويا مرتبه خداوان متعال عالية لسروان فوقية مكان مراد ندزان اندلا وفيش باسمان كردو او جر او ملائكة انجام ددن هر چيكي كخدا دستوري بيبدا همو مأموريتا كان انجام ددن، يعني قناهنا كنيدي. أجل وقوله تعالى بل عباد مكرمون أو ملائكان بندي بريز مكرم باري تعالى لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. قصي خوان وبيش قصي باري تعالى نادا وفقد بأمر باري تعالى يعملون بأمره لسل يعملون مقدم وابو حصر فقد بأمر باري تعالى دجولين وكاردكان خلاف أمر باري تعالى ناكن هوش دليل سلوه كملائكة معصوما. وقوله تعالى يسبحون الليل والنهار لا يفترون شوروش تسبيح باري تعالى ذا كان بردوام لا يفترون سستي وزعيفي بسريان دا ناي لا عبادة باري تعالى ذا دي أوجنشان ذا كمعصوما دي ولا خفاء في أن مثل هذه العمومات يفيد الظن هيش خفاء لودانية كمثل أو عمومات برهلا ونعام من دي آية كان لا يستكبرون يسبحون بعموما دي باشا مفيد الظن بواك التواوي ملائكة معصوما مفيد الظن وإن لم تفي يفيد اليقين هرشا مفيد يقين جنين ها البتا مفيد يقينين بلا مفيد ظنش ظنش كفاية دك لو هذا فرع اعتقادية لفروعيات اعتقادية وعملية الظن للاي باري تعالى اكتفاي بكراوة هل يرزم بو؟ شنك بو يدل مفيد يقينية شون كبار حال وقت مفيد يقين دبو كبلين أو آياتان بو عمومية لأشخاص وأزمان ومأمور به لو أنا دبو هم عمومية تدا لا يستكبرون يعني تكتكي ملائكة كان لا تكتكي زمان كان دا لا تكتكي مأمور به كان دا هل يرزم بون؟ دي باش أخو أواش فقط بظن ثابتة شون حتى دلالة عامش دلالتك الظنية أخو يقينينية هل يرزم بون كبو عمومي زمانا كان بي بو عمومي أشخاصا كان بي كوابو لو أنا أو احتمالها هي بعضا إلى ملائكة وانبن يان ملائكة لبعضا إلى زمانا عند وانبن أو بو فقط بو برق لزمانا كان بي أو كلا وآيات ده كوابو الدلالتي أو آياتنا لسر عمومي أشخاص لسر عمومي أزمان لسر عمومي مأمور بها كان دلالتك الظنية قطعي نية بلامزن اكتفاي بي دكري بلان وما يقال من أنه لا عبرة بالظن في باب الاعتقاد بلان بعض كتو أنا باب اعتبار بالظني ناكري لباب الاعتقاد دا أو أنا مسائل اعتقادين اعتبار بالظنيات ناكري إما ضلين منزول تشير لباب الاعتقاد فإن أريد أنه لا يحصل منه الاعتقاد الجازم والحكم القطعي فلا نزاع فيه أجل إرادة بكري أو ما يقال لقسيوان إرادة بكري كبالي حاصلنا ببدليل ظني اعتقاد جازم حكم قطعي اعتقاد يعني يقين حاصلنا ببدليل ظني فلا نزاع فيه خو نزاع تدانية يقين حاصلنا به إما جلن بودليلنا يقين حاصلنا به بلان ما دلنا وفروع اعتقادية اكتفاء بالظن دكري خو بو آتناش ظن حاصل دبي كعموم ملائكة معصوما فإن أريد أنه لا يحصل منه الظن فظاهر البطلاني أجل مرادي أو ما يقال يش أو به كبو دليلنا ظنش حتى حاصلنا به أو أشكره كقصيوان باطلة شو كظنك حاصل به اكتفاء بالظنش لو بابدأ ذكره واحتج المخالف بقصة إبليس مع كونه من الملائكة عليهم السلام مخالفين أو بش كت أو قصي جمهور أيدي يعني بعضك إج مخالفتين كردوها مخالفة كان احتجاجاً كردوا بداستان إبليس لقلوك إبليس بخوش إلى ملائكية أون يا إبليس مخالفة أمر باري تعالى كردوا قورتين مخالفة شكر يقولوا بملائكة معصوم نين إبليس ملائكية وقنايش كردوا أيدي كوا ملائكية مع كونه من الملائكة بدليل تناول أمر الملائكة بالسجود في قوله تعالى
وإذ قلنا للملائكة الآية إياه، إياه مفعول بتناول بو دليل كأمر ملائكة بسجود لو آيات ذاك باري تعالى فرمو وإذ قلنا للملائكة إلى آخر الآية، أو أمر الشامل دي إياه لبو إبليسش، أو أمر الشامل إبليس هاتوا أنها هاتوا أسجدوا، بل الشامل إبليسش هاتوا إذ قلنا للملائكة اسجدوا، أمرك بو ملائكة يا شامل إبليس جهتوه كو شامل إبليس هاتوه. ولذا عوتب بقوله تعالى ما منعك أن تسجد إذ أمرتك، شنك الشامل هاتوه بويا إبليس لومي ليكرا وعتابي ليكرا بقول باري تعالى كفرموي ما منعك أن تسجد إذ أمرتك، كتي أمن أمر بتوك السجد ببو آدم بو سجد النبر دي باشا أو أمرك أسجدو ديار الشامل إبليس هاتوه دي أمرك بو كيبو وإذ قلنا للملائكة أمرك بو ملائكة بو خوش عامل إبليس جهاتو أجر وابي إبليس جدبي لتشي به لملائكة به أو جر وابي دليل صحة استثنائه في قوله تعالى فسجدوا إلا إبليسا وعتوسى بدليل بيشي بس شو دليلك تظنم إبليس لملائكة يا بدليل أوك الصحيحة استثناء بدليل صحة استثناء إبليس لو آيات ذا كبار تعالى فرموا فسجدوا الله ملك بو ملائكة ذا قريتوا إلا إبليس، إبليس استثناء كراته وأصل لاستثناء جدا استثناء متصلة استثناء متصلة جدا مستثناء دا بي داخل مستثناء منه بي أقرباب إبليس دا بي لملائكة بي أو جدا ديخو قناهشي كردوا أقرباب ملائكة معصوم نين هل يك ملائكة قناهي كرد بي سابت دا بي كمعصوم نين دي. أو يك ملائكة من بي داكر كمعصوم نبي تقيشتا أو جدا وبغيبتهم في حق آدم عليه السلام واستبعادهم جعله خليفتان أجل استدلال ينكروا بدليل كترش وبغيبتهم عتوسى بقصتي مخالفك أو كمخالفة لمسألة عصمة ملائكة احتجاج كردوا بوا كملائكة غيبت ينكر بكل دار غيبت عربية كغيبة يعني بكسلفة والفعل يعني. غيبت ينكر لحق حضرت آدم ده غيبت جناها يدي جناها كبيرة غيبت غيبت صالحين بتايبة جناها كبيرة أجل كان استدلال يعني كردوا بشي استبعاد ملائكة لبو جيران حضرت آدم بخليفة استبعاد يعني كرب بعيد يعني دانا دي وقل لمقابل باري تعالى خدا فرموي إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة أوان هاتم ببعيد يعني دانا بتيان خدا بو أو كاريدك اعتراض يعني كرب زبان دريجي يعني كرب أو بأدبية يدي بأدبية لمقابل باري تعالى دا قناح يدي بس كو ملائكة شي قناح دولا لتشوي دا بقولهم في جواب إني جاعل في الأرض خليفة بقول خويا كالجواب قول باري تعالى كفرموا إني جاعل في الأرض خليفة شيان كود كتان أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك هم غيبتي أنكر كتان آدم يفسد فيها ويسفك أو غيبتي كده هم لمقام إنكار ذا قرار أنكر أو كاري خداواني متعاليا بكاري بعيد دانا زبان دريجو بأدبي أنكر أو دو قناه هل بات شوار قناه تهدى حتى نادونيها أو هل ديان ما تنزكر كردو دانا شوار قناه تهدى قناه أول غيبة حضرت آدم أنكر قناه دوم تزكيه نفسي خوي أنكر نحن نسبح بحمدك ونقدس لك تبارك تعالى فرمتي فلا تزكوا أنفسكم أو تزكيه نفسي خوي أنكر قناه سيوم وشوين ظن كوتن شوين ظن هو الظن بك آدم يسفك الدماء فلان دي باري تعالى فرموي لا تقف ما ليس لك به علم لو جرى مسائل دا حتى يقين نبي دا بيئتو بيروي لا ظن أوانا نكي لا تقف يعني لا تتبع ما ليس لك به علم علم على يقين لو جرى مسائل دا نبي بخلاف يقينتو بيني شوين سوء الظن فلان أوانا بكوي أوش قناحي سيوم قناحي شوار مش أوي كإنكاري كاري باري تعالى يعني الواقع دا بيان ناخوش بو أو كاري باري تعالى لفعل باري تعالى دا اعتراض يعني قر لكاري باري تعالى دا أوي كيك لقورتين قناحنا بس كوابو شوار قناحي ليه صادر بو لكل ملائكة أوش دلائي ورد الأول بأن إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أو دليلي أو أوليا دليلي أوليا ككتي من الملائكة تيبو ضلين بابا إبليس كان من الجن لجن لأجن كان بو دوايا ففسق خارج بو لأمر پروردگاري متعال بس إبليس ملائكة نية تا اعتراضي بوارد بي
وعصمة ملائكة بوسيلة جناح يبشت جيري سؤال كبر درجة ملائكة يعني بول ملائكة حساب كراوة دليلي هنا ويدي كتي إذ قلنا للملائكة شامل إبليس جاتوا أجل لوانش استثناء كراوة وإثناء متصل ديال اللوان يدي ضل وعده من الملائكة تغليب أو كإبليس لملائكة حساب كراوة وتغليب سبيل تغليب شو قال لنا ملائكة دابو وقتنا الباري تعالى خطابي بملائكة كت أو شهر بملائكة دانا شو معمولا أقل حمل لك ريت سر أكثر إلي هذا يرزمون أو تغليبا جالس سبيل تغليب أمرك كأمري بملائكة كالأسجود شامل إبليس جدي إسنا متصلكش صحيحة يدي شكا بمنزلي ملائكة يالس سبيل تغليب إسناكش صحيحة حتى تؤمرن أو إسنا منقطعة فسجدوا إلا إبليس ما قلنا كري منقطعة بي إسنا منقطعة هل يرزم بول؟ هو جوابش لكري داش كري برن تنها ملائكة مأمور بسجود نبول أجنج مأمور بسجود بول بلان باري تعالى أواني ذكرناك لو آيات دا شكو وقت الملائكة كفاضل مأمور بسجود بن مفضولك أوش بطريق الأولى مأمور بسجود بس كوابو ملائكة سجد أمبر فسجد الملائكة كل مجمعون و أجنكانش بلان باري تعالى بحثي نكردوها وني آخر تنهاكسة كسجنة وإبليسة كلا أجنة أوش جوابك جوانا جوابك رايكو بيكا وعده من الملائكة تغنيب لا يقال كان بمعنى صارة عند كتب أنا هنا فكان من الجن كان معنا صار يعني إبليس صار من الجن يعني فيش ملائكة ببلام كسجدي وحضرت آدم نبر صار من الجن تبديل ببقى الجنة هل يرزم قول يعني أو بمعنى كان من طائفة من الملائكة مسمات بالجن شأنهم الاستكبار يعني أو هذا كتب دلنا إبليس كان من الجن لو آية دا يعني إبليس لم طائفيك لملائكة بو كمسمان بجن كشأن يوان استكبار وتكبر أحال يرزم بون؟ أو كان من الجن أو يا كان جن معنى أو جن كمقابل ملائكة يا جن هر طائفيك لملائكة إبليس لوان بو لو طائفيك مسمان بجن لنا وملائكة دا جا استكبار دا كان إبليس لوان بو هناك واجوها بيان داوتا درين لا يقال ناخر أو قصية دروس نية بول لا يقال لأنه خلاف الظاهر بابا هو خلاف الظاهر كان معنى صار به ومعنى يخوي معنى ناكي يعني أو كجن طائفة إلى ملائكة به ناويا جن وشأني والاستكبار أو خلاف الظاهر كو دليلك إلى سلا كو لا قرآن دا يعني لسنة دا دليلك ولا كطائفة هكذا إلى ملائكة هي بناوي جن هل يرزم بول؟ أقر بابي دلادان لظاهرش دروس نية حتى صارفنا بخوي صارفك إش دقورة دانية أو جالك أنا والثاني دليل دومي أنك كنت غيبتي أنك لحق حضرت آدم ده والثاني بأن الاغتياب إنما يكون لغرض إظهار نقص الغير بابا غيبت وقتك دبي ككابري مغتاب أو كغيبتك إذا كا بغرز إظهار نقص غير أو كاريبك غيبت أو يدي أتو غيبتي كسك دكي للاي كسكي تبدأ تهوي نقصي أو غيرك غيبتي دكي بو او طرفيك غيبتي للادك اظهار اشكرايك هدفي تو اويا يخو ذلك انما يتصور لمن لا يعلم خو او غرزش تصورناك لما قال ما قال لبو كسك لا يعلم كنقص غيرك نزاني به زيد غيبتي عمر ذكا لا بكر بكر نيزاني وك عمر اوايا بو زيدش غيبتي ذكا نقص عمرك لا بكر اشكرا لك يخواش والله سبحانه عالم بجميع الأشياء فلا غيبة هناك خود خداني متعال عالم بتواوي أشياء حمشت كان دزاني لتواوي أزمان كان دا ببيهيش غفلتك باري تعالى لا يعزو عن ربك مثقال ذرة في السماء في لا الزمين وآسمان لا هشتك لخداني متعال غيبني لكن وابي لا غيبة هناك هيج غيبتك شكلي نقرتوا غيبة أويا بقصدي إظهار نقص غير بكري دي ملائكة لله خدام تعالى بحسي حضرت آدم ينكر بويك نقص آدم إظهار بكم بباري تعالى خو باري تعالى بخوي هموشتكي دزاني چون بو خدام تعالى إظهاري نقص بكم هل يرزم بول؟ بس كابو هو غيبة حسابني أبطا إشكال يعني اللي قلتوه لو قصية لو جوابه جوابكش إشكالكش أوي أدلين خو نولا لغيبة دبشر نجيرا و دبغرز إظهاري نقص غير بي چونك حتى أجر او کسی که تو غیبتك لای ویدکی عالمش به نقصک دیسان هر غیبتا تو صفتی کبرا لای بگیریو در حالا که او دلیل او جواب واده گینه اگر عمر لمثالی امده عالم با عیبی بکر
زيد كعيبي بكر لا عمل بازبودا كذا بيتوجي غيبات نبو بكشي لثقه هذا ضل أيوة جهرتيا غيبته حرام بس كابو بجوابه كهش ده تواونية ده بجوابه كبر أكيد كشي إذا ما بدأ ضلين لقد بكان غيبة أكدرين بغرز إظهار نقص غيره جاريوا إظهارك ابتداء أنا طرفك يا تو غيبتك لا ذكي نقصك هل نزاني وأتوبي أشكرا ذكي جاريوا زانيتي بل أم ذكر لي غافل به لبيري كذبه يعني فكري لي نكاتوا أتودسان وبيري دنيوا ونيا يعني هل زانيتي لبيري شتي أتوبو غيبته ده تهوي زيادة تحريك بكي لباري طرفك غيبتي وتكردوا هل يرزم بون دي باش أوانا لحق باري تعالى ده منتفين چکا باریت الله همو شکی ده زانی لهمو زمانه کی ده با بازگو کرنوه عیبی که ملائکش عیبه که بازگو بکنوه خوه نبه که غزبی باریت الله بشت سری و حالتی خدا انتو عال عوض بی نعوذو بالله اگر وابی غیبت لو جگه ده هیچ محلک الاعراب نیه غیبت روی نداوه او تا او جوان او جالکانا جا جوابی اشکالی إشكالي شوارم كتي واستبعادهم جعله خليفة هل يرزمون ما كتبان شوار إشكالي تيدا يا آخر إشكالة شوارم أو أبو لما تجد ذكر كراوة كتي أو زبان دريجيان كردو جيراني آدميان بخليفة بكشتكي ناخشايان دانا أو إسائي أدب أواني دلن بابا بل قصدهم عليهم السلامو التعجب والاستفسار عن حكمة استخلاف من يتصف بما لا يليق مع وجود الأولى والأليقي مقصود ملائكة عليهم السلام استبعاد نبو إنكار كاربالي تعالى وإساء أي أدب نبو هذا مقصود ينشبو تعجبو استفسار بو لحكمة جيراني آدم بخليفة ربالي تعالى كأتو آدم دكي خليفة دحالك آدم منك كمتصف بما لا يليق أولادي آدم وشي آدم متصفة بشتك لا يغنيا وكو بشأن خليفة باري تعالى وكو فساد وسفك دماء وأوانا لقلوك اللوي أولاتر اللوي لا يغتر هنك ملائكة كانن حكمت شي يا ربي أتو أو كسيدك يا خليفة أو بو استفسارا دان هوي سببي أو شتد بدوزناوا دان هوي أو تعجب لوان لابتشي هدف أويا هدف إساء أي أدبو زبان دريجي واستبعاد وإنكار نيا هل يرزم بون؟ أهو تاني بس كوابو جاك أبرز رأيك باش أولا شوني عندزاني آدم خوهش لناهاتو تسرروي زيو شوني عندزاني آدم يعني نوي آدم أو كارانا دا كم سرروي زمين دلالي وإنما علموا بذلك بإعلام من الله تعالى أو مشاهدة من اللوح المحفوظ ونيا كعلميانها ببوشت إلا كعلميانها ببا إعلاما إلى طرف قداواني متعارة خدا إعلامي كذبو كنوى حضرت آدم أو كارانا ذكا بملائكة إعلام كذبو هربو يجباري تعالى وقت ملائكة إعتراضيان كر باري تعالى إنكاري نكر نيفرمونا خواني أو كارانا ناكا بلكو فرموي إني أعلم ما لا تعلمون على يرزنبو أو نشان ذكا خدا بواني إعلام كذبو كقرارا نوى آدم السروي زمين يسفك الدماء يفسد في الأرض وأنا إلي صادر به يعني بالحال التاريخة كذلك وزاني وأنا بمشاهدة لوح المحفوظ بالحال هم مشتاقين لوح المحفوظ ده هي أول شيء تيدا وما لايكش لو مشاهدة ومطالعة ينكر دوا جاءوا جاء تعجب ينكر استفساد ينكر حكمتي أو كأتو أو شخص إذا قريب خليفة حكمتي ويتشي مرادا استفسارا مراد اعتراض وأنا نية قالوا بي قناه ينلي صادر نبوة تيجي يشتن او جارا كان اعتراض نكي كتو تسكية نفسي خوان كردوا اما دارن بابا تسكية او اكاتو اظهاري باشي خود بكي دي باشا خدا انو تعال هل بخوي عالم بو باباشي ملائكة خو بس كوابو نابتا تسكية فلا تزكو انفسهم او نهي شاملي بي حال يرزم بو او تا زور شاك او جوابي هر شوال اعتراض كان دراو او جا كابلا دارا ادي هاروت و ماروت او اني خدا انو تعال عذابي داون ثابتة بعد دليل معتبر ثابتة. ده بس وقتك عذاب داون عذاب فرعي معصيتك هو بده بجناه يعني صادر ببي. أجر وابي ملائكة معصومين ولا جناه يعني صادر بوا. أيش درجوا أما تعذيب هاروت وماروت ملكين ببابل فمعاتبة. أو كبارت على هاروت وماروت كحالك ونوا ملائكة بون لسرزمين بابل كخدان تعالى والنار دما جراك للسورة بقرة دا والتفسير كان دعتوا تعذيب وان معاتبيا باري تعالى معاتبي واني كردوا ناك معاقبيا
هل يرزم بون؟ كما يعاتب الأنبياء على السهو والزلة هلكو بيغمبران لسركاري السهو ولسر زلة ولغز شكيك سهوا لوان صادر ببي باري تعالى لسر خلاف الأولاش عتابيان ليدقري خو أو عتابة عتابة خو عقابنية تم مستلزم السبق معصيات به أوج معاتبية نج معاقبية هل يرزم بون؟ بس كوابو بتعذيبوان سافد نابي عدم عصمتي ملائكة تيجيشتن؟ أها أوجرك أنا ولم يكن منهما عمل بالسحر نصين قوايا ولم يكن منهما عمل بالسحر ولا اعتقاد لتأثيره قبل ذلك أوني السحر ينكر أوني السحرش جناح كبيرة وحد بالكو أجر عقيدة بتأثيرك هي حتى في شكافر دبي بس كانوا بيقولوا جناح اللي صادر بوا دلنا ولم يكن منهما صادر نبوة ولا هاروت وماروت عمل بالسحر وهروا عقيدة بتأثير السحر كعقيدة بتأثيرك كفرة عمل بالسحر معصية أجر هوري اللي قال عقيدة بتأثيرك هي دبيت كفر جديد أول ملائكة لهاروت وماروت صادر نبوة بل إنما كان تعليم منهما مع تنبيه على أن العمل به كفر بلكو نية لوان صادر ببي إلا تعليم لترف وانوا سحر يعني فيري خلق ذكرت لقلوا كخلقيا مع تنبيه لقلوا تنبيه منهما لقلوا كأوان خلقيشان تنبيه ذكر لسروا كعمل كردن بوم سحر وعقيدة بيدا كردن بوم سحر كفر خدي عملك كفرني هاوري لقل اعتقاد تأثيرك ده بدا كفر العمل يعني عملك هاوري بلقل اعتقاد تأثيرك هذا يرزنبون لباشا وذلك جابوشي خلقيا في السحر وأوان ذكر وذلك ابتلاء من الله للناس ابتلاء يقول طرف خدا وابو خالكي إدي چونك خدا فرمي وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر ولا تكوابو الشياطين خالكيا في السحر ذكر وأوجار كان جن ومير ديان لك جدا ذكر ده ويفارقون به بين المرء وزوجه خالكي لي فير دبور خالكي اشتهات أو كارانا ذكر باري تعالى أو ملايكان إنا بويكا بيانبلين أو كارانا السحر سحرش آوا ذكره ريكان فيري خلق ذكر بويك خلقي بلين او السحر نج معجزه يا لولا شوا ميكان فيش عندها كن ميكان او كاريا او كار حرامه بلكو اعتقاد بتاثيرك يا بكفر انما نحن فتنه فلا تكفر فتنه يعني ما ابتلاءك بارك على بعيوني ازمائش ايميناردوا شلون ازمائش شي فمن تعلمه وعمل به فكافر ومن تجنبه او تعلمه ليتوقاه ولا يغتر به فهو مؤمن هكذا كثير السحر كي ببا وعملي بيكر دبا وعقيدي بتأثيرك هبا دبو بكافر هر كسي خوي لي باراست با اصلا كتبه هر فيري نابم يان فيري ببا بوي كخوي لي حفظ بكا ويان بوي كفري بي بين اخواو لري هل نخلاتي بس تحري ساحي لكان اجا بونية فيري ببا نك بونية كبيكا بونية كعقيدي بتأثيرات اوانيها بي فهو مؤمن بمؤمن درد شبالي تعالى بعيناني ابتلايك اواني نار دبو أجروابي جناه كان لصادر نبوة عصمة ملائكة بوسيلة جناه يوم برت جر سؤال هل يرزم بون؟ نعم أول بعض عصمة ملائكة كوابها قصي جمهور راسة وحق ثم جمهور أصحابنا والشيعة على أن الأنبياء عليهم السلام أفضل من الملائكة جمهور أصحاب إيما أهل السنة جماعات وهروا الشيعة لسروان كأنبياء عليهم السلام لملائكة جورترن أفضل يعني أكثر ثوابا أنصي خلد غيوين سوى يعني الثواب وان بترى الثواب وان ما أنا أفضل جورترن لجهة لبعض جهتك وأوانا ومنزول لجهة الثواب ولجهة كسرة الثواب وأوان جورترن خلافا للمعتزلة وأبي عبد الله الحليمي والقاضي أبي بكر منا بخلاف لبو معتزلة وهروا بخلاف لبو الدعاء لم لأهل السنة أبو عبد الله الحليمي وقاضي أبو بكر باقلاني أوان فعندهم الملائكة أفضل للايوان ملائكة أفضل لأنبياج قورترن وعليه الفلاسفة فلاسفة جلسر أو مذهبا كبيانواء ملائكة قورترن جالبة موسيقى لداخل نسوية مرادي درن معتزلة وأوجد الإمام أبو بكر باقلاني وإمام الحليمي كدرن ملائكة قورترن مراد ملائكة علوية ملائكة دودس ملائكة علوي لآسمان ملائكة سفلي ككاروبا لسر زمين وأوانا وجيغا كان سر زمين وليوه در جولين وأوانا أوان ملائكة سفلي بالاتفاق إجماعي لسر كأنبياء لوان قولتلن بلان ملائكة علوي اختلافي لسر جمهور لسر وان كأنبياء لوان قولتلن
بلان برق معتزله وبرق لاي مجلس الاوانك اوان لانبياء قولتريك هل يرزم بون؟ ليه؟ البته وبالغ بعضهم من اصحابنا حتى بعضك لعلماء لاصحابي ايما مبالغان كردوا لشاني انسان كان بالنسبه للملائكه حتى فضلوا خواص البشر من الانبياء على خواص الملائكه وعوامهم من المؤمنين على عوامهم حتى هاتون خواص بشر لانبياء تفضيل ينداون لسر خواص ملائكه تالان خو اوقس جمهوريش خواص بشر لخواص انبياء جورتريكا بلا مبالغه كان لشي ده لو بشي دوم دايا عوام بشر لمؤمنين انسان الصالح غير انبياء تفضيل ينداون لسر عوام ملائكه ملائكه معمولي نج ملائكه مقرب يا ملائكه ايش خواص عواميان هيا خواص بشر كانبياء بشر تفضيل ينها بس الخواص ملائكه اوقس جمهوره بلان بعض المبالغان كردوا كتيانا عوامي بشرش إنسان صالحة معمولية إيمان داركان قورترا لملائكة معمولي هل يرزنبون؟ أو مبالغة يدي أو علامة تفتزني بمبالغة وإفراتي نيودبا إي باشا بهرحال جمهور لسلوان كأنبياء قورترا لملائكة دليل جمهور شيئا أما عقلا لو بود جمهور برنواها كجمهور لسلوان أن الأنبياء أفضل من الملائكة هم دليل عقليا نيناوته هم دليل نقلي شكاو دليل أنا كدين فقط ثابت دك أنبياء الملائكة جورتنا بو أو دليل ما بو الجمهور ده بينوا نكبو بعضهم بالغ بعضهم دليل وانية أما عقلا أما دليل عقلي لسر وك أنبياء عليهم السلام الملائكة عليهم السلام جورتنا يعني أكثر ثوابا فلأن للبشر عوائق من العبادات العلمية والعملية من الشهوة والغضب وسائر الحاجات الشاغلة لأوقاته وليس من ذلك للملائكة شيء ولا شك أن اكتساب الكمال والمواظبة على الطاعات مع الشواغل والعوائق أدخل في استحقاق الثواب لكونه أشق ولا معنى للأفضلية سوى زيادة استحقاق الثواب والكرامة أو إدهر كتمان أفضل هربخوي ليرا معنى كردوتوا كبتي أفضل معنى أكثر ثوابا ناولا أو دليل ذكري دليل بعضك هجري هذا دليل كبو بعضك هيا هل يرزم بون؟ كعوامي مؤمنين شان تفضيل دوا بسر عوامي ملائكة أبو دليل عقلية كواية دليل عقلية كشامل يواندي دلين بويا خواص بشر لخواص ملائكة وعوامي بشر من المؤمنين لعوامي ملائكة بالاترة شنك لبو بشر موانع هي لعبادات علمي وعملي عبادات علمي وعملي كبشر ذيك موانع هي موانع كانت شن شهوتي هي غزبي هي سائر حاجاتي هي برحال كاردك كسب نفقدك احتياجي بخو هي احتياجي باستراحتها يا كعوانا أوقاتي إشغال دكان لباش أخذ حالك لو عوائق أبو ملائكة هيش كاميان نية دي خوشكش دوا دانية ودس هناني كمال ومواظبة كذن لسر عبادات مع الشواغلي لقلوك الشواغل وعوائق وموانع إشهبان دي أو أدخلوا في استحقاق السواب أو دخالتي بترى لاستحقاق السواب دا لكونه أشقت شنك أو سختترى وني آخر دي الحديث إش دهيا كبيغمبر صلى الله عليه وسلم فرموي أفضل الأعمال أحمزها يعني أشقها جورتين عمل أويا كمشقة زيادة تذا بس ذاتي كارك الدواي مشقة دك هل يرزنبون لباشا دخول لبشرج دوايا وكل ما هو أشق أدخلوا في استحقاق الثواب أجروابي دبي أو عوامي بشر يعني خواص بشر لخواص ملائكة جورتين عوامي مؤمنينش لعوامي ملائكة جورتين بو شون كهج معناك بو أفضل يدني مجر زيادة استحقاق ثواب وزيادة استحقاق كرامة يباشا أخو كارب أو بشرش زيادة المستحق ثواب مستحق كرامة تايدي هل يرزم بول؟ مستحق الرئيس لنعمة لو تايدي أو دليلة دليلك جوانية ردي لسرة شونك أو دليلة شا وقتك جواب داداتوا وقتك تواوا كدو طرفي كمقايسة دكرين لهم أعمال كان دا مساوات يعني هبي يعني زيد وعمر لكل أعمال دا مساوات يعني زيدك لبشر مؤمني بشر عمرج عوام ملائكة لكل أعمال دا مساوات يعني زيد صد عبادتي هي عمرج صد أنا عبادتي هي جاء زيد بو صد عبادته كان يخوي زور مشقتي ديوا بلام عمر ني ديوا رازك أختي زيد لقو عمري قورة ليك بلام كواني عبادات مؤمنين عوامي بشر بأندازة أعمال ملائكة يا خو ملائكة يقل لحظة غافلنين هل حالي عبادة دان عبادتي وان زور لعبادتي بشر بترى اقربي او كما عبادتي بشر
بوسيله وك مشقه الزوره ناتواني تفصيل ببيت باعث تفصيل او عوامل سر عوامي ملائكه كعبادات يعني يكجار زوره تيجيشتن ابس كوا بدليلك يعني تمام تامنيه دليلك اجرك انا واما سمعا دليل سمع شان هنا وتوا بلام دليل سمع كان فقط اثباتي ويدك كانبياء كان دوره تقريبا كقصي جمهور الجرعوي هل يرزم بول؟ وأما سمعا فلقوله تعالى إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين باري تعالى فرميتي خداواني متعال آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران هل بجاردوا بسر عالمين دي عالمين شامل ملائكة جلي دي باري تعالى لو آيات دهم آدم ونوح هل بجاردوا بسر ملائكة كالنبي أنبيان هم آل إبراهيم وآل عمران آدم ونوح إبراهيم إبراهيم أو جل آل إبراهيم وآل عمران وآل وان أنبياء نبون مؤمنين معمولين باري تعالى أوان شهر بجهر دويلي أقر وابي لازم دي عوام مؤمنين قورة تربن لعوام ملائكة أو جل نا وقد خص من آل إبراهيم وآل عمران غير الأنبياء تخصيص كرا ولا آل إبراهيم وآل عمران غير أنبياء ليرا مراد لآل إبراهيم وآل عمران كمان أواني كدبنا بيغمبر مراد أوان فقط أواني كتخصيص كرا ولا بدليل إجماعي شو كإجماعي لسأله كم مراد لآل إبراهيم وآل عمران أو نسلي إبراهيم وعمران كدبنا أنبياء مراد أوان إجماعي لسأله إجماعي حجته بس كأو أو آية فقط شيء ثابت كرت فيكون آدم ونوح وجميع الأنبياء مصطفين على العالمين آدم ونوح وإبراهيم ونوح تواوي أنبياء مصطفى وبرجوزيدان لسر عالمين دباشا تنها آدم ونوح جنين شوف كبار هر كس قائل بفرق نيها أوانا كذلا أنبياء جورتلن ذلا يجشت أنبياء جورتلن أو كذلا ملائكة جورتلن ذلا يجشت ملائكة جورتلن هل يرزم بون خو كس نكتوا برق لأنبياء جورتلن لملائكة برق لأنبياء جورتلنين أجر وابي إجماع إجماع هيا لسروي يعني جميع أنبياء جورتلن يعني جميعك جورتلنين دي وقت كدود أنا يعني شوار دنا أنبياء ثابت وجورتلن بس كابو تواي أنبياء شنا جورت ليك شو كقائل كسنية قائل بفرق بين لبين أنبياء ده لو مطلب هذا ديوا من جملتهم الملائكة للجملة عالمين ملائكة إذ لا تخصيص للملائكة من العالمين شو كهيج دليل تخصيص ملائكة نكد ولا عالمين ديك وابو اصطفى إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين حتى الملائكة أو سابدوا كأنبياء بشر لملائكة جورت ليك هل يرزمون بلان سابدناك كعوامك قبرة البيع عرزم كذب ولأنه تعالى أمر بالسجود لآدم دليل ديكاش دليل سمعي باري تعالى أمر كرت بالسجود ملائكة لبو آدم أمر كرت بملائكة بوك السجد بمو آدم قال تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم يباشا أول نشان ددك آدم لملائكة قبرة البيع وأمر الأدنى بالسجود للأفضل هو السابق للفهم أو كأدنى أمر بكري مأمور بكري بسجود لبو أفضل أو متبادر أبو لا يفهم كأبو ملائكة أدنى آدم أفضل لأن السجود أعظم أنواع الخدمة وإخدام الأفضل للمفضول مما لا يقبله العقول فلا يفعله الحكيم شك السجدة جورة للنوع خدمته دباشا خجيراني أفضل بخادم لبو مفضول لو اشتني كعقل سليم قبولناك فلا يفعله الحكيم خدايا حكيم أو كاريناك أفضل بجري بخادم لبو مفضول ملائكة أفضل بن آدم مفضول به خدا ملائكة بكات خادم لبو مفضولي أو خدايا حكيم أو كاريناك نايكا نجمعنا أويا لسر خدا واجبة حتما أو كارنك ها يعني منزول أويا بفضل خبالي تعالى مراعاة حكمة دكايدي مراعاة حكمة دكا وني آخر كواب خدا أني متعالج مراعاتي أو حكمتي كردو أو مفضولي جيرا وبخادم لبو أفضل يعني ده تنبول إن دليلك إلزامية لسر معتزلة بل هر أمام بيانوا حكمة لسر خدا أني متعال واجبة حتما رعاتي حكمة هربكا دي باشا أقر وابي خو أول قل حكمة نايا توا أفضل بجيري بخادم لبو مفضولي كواب أو آية نشان ددك حزتي آدم قورت ريكي دي باشا أو فقط ثابت كل آدم قورت له دلوا وإذا كان آدم أفضل منهم كان غيره من الأنبياء كذلك وقتك حضرت آدم جورة البلا ملائكة غير ولا أنبياش أوجد بها الجورة البن بو إذ لا قائل بالفرق في هذا المطلوب شو كلو مطلوب هذا قائل بفرق موجودين بين علماء هذا أو كذلا أنبياء جورة لنجشتي أنبياء جورة أو كذلا ملائكة جورة لنجشتي ملائكة لنجشتي أنبياء جورة كسينك تعب برق لأنبياء جورة لملائكة برقش جورة النين
اگر وابك كسابد بو آدم قولتريكا يعني لواقع لا قدر مشترك او ايدي تواوي انبياء وتواوي ملائكة بيكا ومقايسة لكري يعني تواوي انبياء قولتران يعني تواوي ملائكة قولتريكا وقتك سابد بو آدم قولتريكا كوابو تواوي انبياء قولتر خو كسك نية لو بين دا كتبين اولا برق لانبياء قولتران او هر نوع علماء دار نبوة لتاريخ الإسلام لتاريخ هذا يرزن بو؟ قلت شاكر جاء جارك أنا كبر ضل بابا قاع أو السجدة دلالة ذكر سلوي كآدم لملائكة جورة تربي ذكر أو السجدة سجدة تحية لي شون إما سلام لكتر ذكين بلابزي السلام عليكم شاید تحية ملائكة بس سجدة بردم لي أو السجدة سجدة سلام يعني خدا أمري كدوا كالسلام لآدم نشان هذا كآدم جورة تربي يعني بو يا خدا مأموري كي كالسجدة بن شون كآدم قبلي وانا وكتشون إما سجدة بين بولاي كعبة خب معناه اینه که کعبه بو ایما جورت البی ل ایما جورت البی یان سجده بو کعبه بی چکه قبله ایما یا سجده بو باری تعالی قبله که کعبه یا حالا یارزم بون یه باشه ملاکش آدم باری تعالی گیرانی با قبله ملاکه نج با مسجد لهوی ملاکه مسجد ایلیها نج مسجد لها اسجد لی آدم یعنی ایلا آدم لام معناه ایلاه حالا یارزم بون ایش دل نه قرینه من هیلا سرای که كالسجدة كالسجدة تحييد نبوة السجدة تعظيم بوا واستكبار إبليسا والتعليل بأنه خير من آدم يدل على أن أمرهم بالسجود إنما كان تعظيما وتكريمة لآدم أوك إبليس استكبار دكا وعلة جنته وبكاريخ بوك أمل لآدم شاكترام دعوة دلالة دكا لسروي كأمر ملائكة بالسجود نيا كهبوا إلا كهبوا لبرخاطر تعظيم وتكريمي آدم بوا سجدة سجدة تعظيمة سجدة تكريمة سجدة تحية وزيادة شرف وأوانا أوانا نية يعني أوانية كآدم قبل أيوان بي يعني بلي والله سجدة بمنزلة سلامة لعرف ملائكة وأوانا دا أجر أو با جاء إبليس سجدة بسجدة برد بايدي شكو سجدة بو آدم نبو بو خدا بو وني آخر ديو أديبوس دو إبليس داني والله سجدة نابم أمن لآدم قورة تريكم وأنا خير منه فلان وأنا دعوة نشان ده كسجدة تعظيمة أو قرينه كأشكال بركو الصريحة لو ده كسجدة كسجدة تعظيم وتكريمية كوابو حضرت آدم الملائكة قولت لك كآدم قولت لبو قشت أنبياج قولت لك حال يرزن بون جا خول لحل نو آد بني آدم ده أنبياء واهية كلا آدم قولت لبي حضرت إبراهيم لآدم قولت لك وني آخر إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين باري تعالى أواني هل بجاردوا بلام أجركنا تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض أونيا في غنبري صلى الله عليه وسلم لحظة آدم قولة لك خلي أرزم بول أي باشا وقت آدم قولة لك أنبياء لك إيش قولة لك تيجي إيش دن يك دليل لك إيش دين نوا دليل لك إيش أو يا بلي أن بلام فقط أوش ثابت كل أنبياء قولة لبنها هرق دليلك أبو الجمهور ذبي بو أو بعضي كذلين عوام مؤمنين بشر لعوام ملائكة قولة لك دليلك أو دليل أو يحسابنا، ولأنه تعالى أمر آدم بتعليمهم الأسماء فعلمهم. دليلك ذيك لسرويك أنبياء آدم جورت لك الملائكة، شنك باري تعالى أمر بحضرت آدم كل كأسماء كان في الملائكة بك. أنبئهم بأسمائهم أنبئهم بأسمائهم إيه. فعلمهم خوش فيري ملائكي كر فلما أنبأهم بأسمائهم إيه أوان فيري ملائكي كر دي باشا آدم معلم أوان متعلما والمعلم أفضل من المتعلم معلم لمتعلم قورة لك فضيلة زيادة لها طالما جاءوا دليل اعتراضي لي جيراوة كنت أنا معلم لمتعلم قورة لها يعني مطلقة مراد أوابي والله وغلطة كوا معلم مطلقة لمتعلم قورة لك جاريوا متعلم لعلم وعمل دا زور بفراسخ وبيش معلمي خوي دا كيوتاو هل يرزم بول؟ او بس او اقبلي مطلقة قولت لك او غلط ممنوعة اقبلينا لجهة تعليم او قولت لها دا او مسلمة بلا مفيد او مطلبة نية نهاية ثابت دك آدم لو جهتي وك معلمة قولت لها بلا ثابتناك اكثر سوابا هل يرزم بول؟ او بي ثابت ناب بلا دل أخوة سوق الآية ينادي هشتا دليلك تهو نبوة بو إدامة دوية أو دليلة وسوق الآية ينادي على أن الأمر ليس إلا قصدا إلى إظهار ما خفي
من الفضل لآدم ودفع ما يتوهمون فيه من النقصان. سياق آيتك هاواردك لسرويك أو أمرك بملائكة كبآدم كرا كأو أسماء نفير ملائكة بك أمرك لبرشبو والله أمرك لبروي نبو إلا لبروي كباري تعالى قصدي أوابو إظهار بك أو شتيك مخفية كتشي ماك كفضل حزة آدم ودفع أو شتيبك كملائكة توهم دبن لبري آدم دك نقصانا. هل يرزنبون؟ ولذا قال ألم قال تعالى ألم أقول لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض. باري تعالى دعاء فرمي ألم أقول لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض يعني أنقو توهم النقصان تنهبو لحزة آدم دا فضل حزة آدم بو أنقو مخفي بو غيب بو أمن دمزاني بوكار كدستور دا بحزة آدم كأسماء وحقائق كان في ديها ملائكة بك باري تعالى ويستي إظهار فضل آدم بك نفق لبر تعليمك لجات تعليمه ويستي ثابت بك كمقامي ولا مقام ملائكة قولتنا بس كوابو بالدليل كجي خوي دقريتا ثابت بك آدم لملائكة قولتر بي كآدم قولتر بي جميع أمياج دبي قولتر بي إذ لا قائل بالفرق في هذا المطلوب وتفرقها تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض بلام لو مطلوبة دا كأنبياء لملائكة قولتر بي إنش كسي قائل بفرق لبين أنبياء داني هل يرزن بون بس كوابو دليل كان من دليل زور قورة وقوين دليل جمهور كأنبياء بشر لأنبياء ملائكة قورة لكن بلام آية عوامي بشر لمؤمنين إنسان صالح كاني غير أنبياء لعوامي ملائكة قورة تربن أو بعض كتوية أنا بلام دليلك شندان قوي وأواني لسار ني أنا. والحمد لله رب العالمين. أولا جاتي جوني وكناها تنبو درس وما فتنا.